بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مرة أخرى في زراعي مباشر. المياه مهمة جدا، الفلاح المصري دايما بيتابع أرضه مستلزمات إنتاجه، بيبتدي الموسم وبالتالي أي مشكلة بتقابله في الماء بتعتبر كارثة حقيقية بالنسبة للموسم. أنا معي على الهاتف المهندس محمد حمزة، وكيل وزارة الري بمحافظات القناة. برحب بحضرتك يا فندم. كل عام وحضرتك طيب. الموسم الصيفي من المواسم الهامة واللي بتحتاج متابعة مستمرة ومجهود كبير. يا ريت تطمني بصورة عامة عن حالة الري في محافظات أو مدن القناة. الحمد لله، محافظات القناة السنة دي واخدة مقرات مية غير مسبوقة، الحمد لله ما فيش مشاكل إلا مشاكل بسيطة جدا. طبعا الناس عندنا المهندسين والفنيين والعمال كله بيطلع يناوب بالليل وبيعملوا مناوبات لتوصيل المية لنهاية الترع. الحمد لله أقل سنة يحصل فيها إن حد يتشكى من المية، الدنيا كلها بخير الحمد لله، مأمنين ميتنا، مطهرين ترعنا، موصلين المية لكل الفلاحين الحمد لله. يعني أنا بعتبرها سنة غير مسبوقة بصراحة، الحمد لله في تواصل دايما الحمد لله بين الفلاحين وبيننا بالتليفونات، يعني لو في مشكلة بتحل خلال يمكن 24 ساعة مش أكتر. تمام. طب انا في مشكله عايز اديها لحضرتك تتحل في 48 ساعه حتى، مش 24 ساعه. والمشكله اللي سيادتك هتقولها ان شاء الله هنحلها على الهواء باذن الله. في غرب الاسماعيليه جمعيه البيضيه ترعت ام الريش، تمام. هو زارع قطن 20 فدان من شهرين بيقول لي الميه مش واصله عندي. طيب لك ان تتخيل ان جمعيه البيضيه اللي هي خليج البيضيه بياخد من ترعه الرياح الغرب اللي واخده من ترعه بورسعيد اللي لسه مقفوله من يوم 6، يعني مأساة، خمسة سبعة يعني من 4 أيام. أيوة. المية كانت عنده في خليج البيضية وفي ترعة الرياح من 4 أيام. شوف اللي عشان كده بقول لحضرتك، لما هو قالوا لي خبرني وقالوا لي في ترعة البيضية واخدة مية من 4 أيام، ومع ذلك لو عايز مية في خلال يومين أنا هبعت له المية تاني. لا أنا عايز الصح، فأنا هطلب منك حاجة، حد لحضرتك الإعداد هيدي لحضرتك رقمه، اعرف ايه مشكلته. يعني انا مع المسؤول. انا مش مطلوب مني انا اللي اتصل على الموقف، اخليه اصل هو ممكن يا باشمهندس اتفضل، هو ممكن يكون بيحاول يكلم حضرتك ما بيعرفش، وبعدين انا عارف ان عندكم مناوبات ملتزمين. طب هكمل بس كلامي. عندكم مناوبات ملتزمين بيها، لان انا يهمني الراجل ده وغيره، مش حكايه ان انت المايه تجي لك والناس الثانيه تتحرم. فلما حضرتك تقول لي المناوبه لسه مقفوله من 4 ايام، يبقى لازم يبقى عندنا دقه في التعامل مع المشكله. ما انا مش اي حد بيكلمني يقول المايه مش عندي، لازم برضو برجع للمسؤول واشوف المايه كانت موجوده ولا مش موجوده، وفي معاينه حصلت ولا ما حصلتش. فانا عايز اعرف ليه انت بتقول لي كفلاح المايه ما عندي، ما جاتش من شهرين. فاحنا لازم نبين الحقيقه. فانا عشان كده بقول لحضرتك، يا حضرتك تكلمه، يتكلف مهندس يتواصل معاه، يعرف ايه المشكله اللي عنده علشان ما تتكررش تاني، ولو ونشوف هنا المصداقيه في الموضوع. انا ما يهمنيش ان انا اطلع اعمل شو، انا يهمني ان انا اوصل الحقيقه واساند المسؤول اللي بيشتغل واجيب للفلاح حقه اللي هو بيزرع ارضه. بالتاكيد. تمام. فالاعداد هيدي لحضرتك رقمه، وعشان انا برضو عايز اقول الحقيقه كامله، ما يهمنيش حكايه. يعني حضرتك ايوه لمده دقيقه اتفضل. القطن ما ينفعش يقعد لمده شهرين ولا شهر واحد من غير ري، ده اول حاجه. لو عنده قطن قاعد زي ما هو بيقول بقاله شهرين، يبقى ما عادش فيه ارض، لا ارض قطن ولا فيه اي صح بلد. في درجات الحراره دي كمان. ايوه ماشي يا باشا. القطن بيشرب كل 15 يوم، وانا راجل فلاح. تمام. القطن بيشرب كل 15 يوم وله مقررات مائيه بياخدها. ايوه. هو الميه ممكن تكون كانت عنده من 4 ايام، ولكن ما رواش لان مش ميعاد ري القطن بتاعه. هو تمام. عارف ميعاد ري قطنه امتى. ايوه. لكن انا بقول لسيادتك انا 4 ايام في 8 بطاله، 8 ايام بطاله واربعه عماله. تمام. انا من 4 ايام قافل الترعه. أيوة. قدامه 4 ايام، انا ممكن ابقى اعمل له تعويض بعد يومين وادي له ميه، لكن مش معناها ان في واحد ممكن يستهلنا يقول شهرين. ده اللي انا بوضحه، ده انا اللي بوضحه يا باشمهندس. لا اسبوع بس. اه. من غير ميه. تمام. عشان بس الكلام يبقى منطقي. ده اللي انا بوضحه على فكره. يعني احنا بنحب ان احنا نشتغل صح. تمام. سيادتك قلت له تليفوني انا الشخصي. تمام. سيادتك بتكلمني عليه. وانا بتواصل مع كافه البشر دقيقه التليفون اللي بيعدي، المكالمه اللي بتعدي انا بتصل على صاحبها. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك فعلا، وبشكرك، وهندي له رقم حضرتك تتواصل معاه ونعرف الموضوع ايه ونرجع نكلمه تاني علشان نشوف على الهوا برضو ايه الموضوع. حاضر ان شاء الله. بشكرك المهندس محمد حمزه، وكيل وزاره الري بمحافظات القناه.
ده الموضوع، ان احنا لما بناخد المشكله لازم نعرضها على المسؤول ونناقشه ونعرف ايه الموضوع بالظبط، ايه الحقيقه فين.